ديما بعد موجز 8 والغنية نمشيو لضيفنا. ضيف الماتينال. ضيفنا اليوم هو سيد أحمد المسعودي، مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني. مرحبا. شكرا، صباح الخير وشكرا على هذه الاستضافة. شكرا لك انت على قبول دعوتنا. دعوتنا تجي في إطار اتفاقية تم إمضاءها البارح، هي اتفاقية تعاون إطارية تونسية إيطالية. الاتفاقية هذه جت في إطار مشروع كامل، المشروع اللي يهدف إلى تنظيم تنقل العمال بين تونس والاتحاد الأوروبي من بلدان شمال إفريقيا نحو الضفة الشمالية للمتوسط، لأنه العديد من الشباب ماذا بيهم يعيشوا تجربة العمل خارج تونس. يعني الناس كل تحب تحسن وضعيتها، شباب يحلم أنه يخلص بالكدي يفرح عائلته، ففي إطار مقاومة الهجرة غير النظامية تجي الاتفاقية هذه. نحن كيفاش نقدموا للناس المشروع هذا؟ مشروع من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في بلدان شمال إفريقيا. شكرا. معناها كما قلت انت، هذا البرنامج، هذا برنامج شامل نجم نقوله، هي على خاطر اسمه هو ديجا معناها من أجل مقاربة شاملة معناها حوكمة الهجرة وتنقل العمال ببلدان شمال إفريقيا، ويهم ثلاثة بلدان في شمال إفريقيا اللي هي تونس والمغرب ومصر كذا. والبرنامج هذا يتم إنجازه بالشراكة مع الدول الأوروبية. احنا شرعنا في إنجاز هذا البرنامج معناها منذ سنة 2019 مع البلدان الشريكة اللي هي من الأول كانت معناها فرنسا، ألمانيا وبلجيكا، هذوما البلدان الشريكة في المرحلة الأولى. لكن معناها المشروع هذا برنامج تام أعرف معناها نجم نقوله مرحلتين. المرحلة الأولى انتهت بانتهاء سنة 2023 والمرحلة الثانية بدأت نجم نقوله في بداية سنة 2024. والجديد في المرحلة الثانية كون إلى جانب البلدان التي تم ذكرها كإيطاليا التحقت بقائمة البلدان الشريكة في معالجة الهجرة، وخاصة احنا يلزمنا احنا معناها عن طريق البرنامج هذية يلزمنا احنا نعتمد مقاربة شمولية لمعالجة الهجرة. ما يلزمناش احنا نكتفيه بالمعالجة الأمنية للهجرة، شنية الحلول الأخرى التي يجب الاعتماد عليها لي معناها معالجة ظاهرة الهجرة، وخاصة معناها يلزمنا نخدم على عديد الأصعدة منها فتح المسالك الهجرة النظامية. وهذه احنا في تحاورنا، لأن البرنامج هذا زاد يوفر فضاء حوار بين البلدان معناها المنشأ وبلدان القبول. إذن معناها الحوار هذا معناها يلزمنا احنا بالحوار هذا نوصلوا إلى معالجة الهجرة غير النظامية باعتماد عدة سبل، منها كما قلت معناها فتح مسالك الهجرة النظامية لشبابنا حتى نبتعد على الهجرة غير النظامية. وأعرف سيادتك معناها معناها الليزيفين معناها النتائج السلبية للهجرة غير النظامية. كذلك نعمل على معناها تحسين قدرة الجهازين، التكوين المهني والتعليم العالي، ليستجيب لحاجيات سوق الشغل الوطنية وكذلك لسوق الشغل العالمية الدولية. نعم. دونك هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث هو فما بما يعرف مشاريع هذه مشاريع التنمية المتضامنة اللي نجزف معناها مع البلدان الشريكة اللي تهم عدة معنى عناصر، منها دعم جهاز التكوين المهني وجهاز التعليم العالي، وكذلك معناها توفير فرص معناها إحداث مؤسسات للشباب متاعنا خاصة معناها المتكون. هي صارت مذكرة تفاهم وتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين الحكومة التونسية
والحكومة الإيطالية. المذكرة هذه تم الاتفاق عليها وامضاءها نهار 20 أكتوبر 2023 البارح 3 جويلية 2024. تجي الاتفاقية متاع التعاون الإيطالية التونسية الإيطالية على قديش من عام الاتفاقية هذه؟ الاتفاقية هذه في الحقيقة معناها تمتد على 3 سنوات 2024 2025 و2026، اللي هو مدة مشروع المرحلة الثانية من برنامج هذايا تام. وهذايا معناها البرنامج تام راهو ننجزوا فيه مع 5 منظمات دولية، بما فيها المنظمة الدولية للهجرة اللي هي تعنيها الاتفاقية هذه، على خاطر التصرف العنصر في الجزء الراجع بالنظر للمنظمة الدولية للهجرة يتم عن طريق برام الاتفاقية هذه. ثم كذلك فما عناصر أخرى نعمل عليها معناها مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المنظمة الدولية للعمل، الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، وكذلك الوكالة البلجيكية للتنمية، وهذوما اللي هما منظمات دولية يعني من البلدان الشريكة، معناها هي اللي تسهل لنا التعامل وتنفيذ عناصر البرنامج. البارح في الامضاء تاع الاتفاقيه كان السيد لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني، معاه الكساندرو برونس اللي هو سفير ايطاليا بحضور ممثل على وفد الاتحاد الاوروبي، وايضا رئيس بعثه المنظمه الدوليه للهجره بتونس. الاتفاقيه فيها تشغيل مجموعه من الشباب. مش نرجعوا نحن بعد الومضه الاشهريه هذه، مش تقول لنا الاتفاقيه بالضبط شنو فيها، قديش عدد الشباب المستهدف، قديش عمارهم، شروط الانتفاع بالتكوين هذا وبعده التشغيل في إيطاليا، وكل المعطيات اللي تهم اتفاقية البارحة. إشهار. غمض عينك وتخيل روحك لحظة في مسرح، مسرح الحمامات، مسرح عمره 60 سنة مع نسمة بحرها واسمها المزيانة وسحرها وتاريخها. تخيل روحك في مسرح مع 10 60 سنة تياترو موسيقى ورقص. تخيل روحك في مسرح يذوي على العالم، يذوي على المدينة ويذوي بالفن. أما الحمامات ماهيش حلمة، حقيقة نجومها ساطعة. مهرجان حمامات الدولي في دورته 58 من 5 جويلية إلى 3 أوت. بيكم حمامات ديما ضاوية وما زالت باش تذوي علينا. إشهار. حاضرين لجديد طماطم سيكام؟ بولب مدشة محرحرة وموزوزة. إي نعم، 4 منتوجات حاضرين باش طمطومة فريشكا كاليتي إكسترا 100% طبيعية وبدون مواد حافظة. تيك تاك 5 دقائق وصاصك حاضرة. شمر على ذراعك وورينا تصنيفك. تدلل مع سيكام. إشهار. ضيف الماتينال. بعد الومضة الإشهرية نرجع لضيفنا ضيف الماتينال. نذكر اليوم ضيفنا هو السيد أحمد المسعودي، مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بدينا في الجزء الأول من حديثنا على تقديم برنامج كامل، برنامج في إطار مقاومة الهجرة غير النظامية، لأنه فما اتفاقيات متاع تعاون، فما مذكرات متاع تفاهم، الهدف منها أنه شبابنا كي يخرج خارج تونس يخرج بطريقة منظمة، يخرج مش يخدم، ما يرميش روحه في البحر وما يمشيش في مغامرة مجهولة بعد شنو مش يكون مصيرها ما نعرفوش معناها. وفما برشا ناس للأسف الشديد وهذا يقولوه برشا حزن، كلاهم البحر ماتوا وهما يجريوا ورا وهم أنه ما مش عارفين وين ماشيين وشنو فما في الضفة الأخرى من المتوسط. اتفاقية تدوم على 3 سنين من 2024 ل 2026. فالسؤال الآن ليك سيد أحمد، شكون الشباب اللي ينتفع بهالاتفاقية هذه؟ بالضبط الاتفاقية الشباب هذه ساعة أولا أعمارهم تتراوح ما بين 18 و35 سنة. اثنين يلزمهم عندهم تكوين في مهن البناء، كنقولوا مهن البناء معناها عندنا عدة اختصاصات والأشغال العامة. والأشغال العامة بالضبط، وعندنا عدة اختصاصات، عندنا مثلا في مراكز التكوين المهني 46 اختصاص يهم مهن البناء، ومعناها هو راهو معناها بواسطة معناها تكوين ينجم يكون مدته تتراوح ما بين 6 شهور وعامين، ينجم
ينجم يتحصل على عقد شغل معناها منظم ويحفظ له حقوقه. فعندنا ثلاثة نجم نقولوا مستويات خاصة اللي يهمهم الاتفاقية هذية. عندنا معناها شهادة مهارة، شهادة الكفاءة، شهادة المهارة التكوين فيها ينجم يدوم معناها 6 أشهر في معناها هذية بما يعرف معناها أوفري كاليفي. شهادة المهارة هذية عامل مختص. ثم كذلك شهادة الكفاءة المهنية اللي هي مدتها توصل التكوين إلى 1 سنة، وعندنا كذلك المؤهل التقني المهني اللي مدة التكوين دوم 2 سنين. ملا أنتم اللي تسمو فينا، إذا عمركم بين 18 و35 سنة وتحبوا تستفيدوا من الاتفاقية هذية تنجموا تتوجهوا لمراكز التكوين المهني مجانا التكوين. التكوين مجاني في مراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، وإلا عنده شهادة منظرة في الاختصاصات هذية ينجم يكون تكون في الخاص ولكن عنده شهادة منظرة في المستويات اللي كنت ذكرتها. فمعناها النجم نقول الاتفاقية هذية اللي تم إبرامها 2 جويلية يوم 2 جويلية 2024 تم إبرامها معناها للأطراف المشاركة في الاتفاقية هذية: الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، الوكالة التونسية للتكوين المهني، وال الجمعية الإيطالية لمقاولة البناء، وجمعية إليس هي اللي هي كذلك جمعية إيطالية. شنو فيها الاتفاقية هذه؟ الاتفاقية هذه معناها عندنا 2000 موطن شغل على 3 سنوات في مهن البناء باش نستغلهم. السنة الأولى 400 فرصة عمل في المهن هذه، السنة الثانية 800 ل2025، والسنة الثالثة 2026 كذلك 800 باش نوفروا 800 عقد عمل للشبان في مهن البناء. ومعناها الاتفاقية هذه معناها أولا معناها جميع المصاريف المرتبطة بعملية التوظيف بالخارج معناها باش يتكفل بهم البرنامج هذا، برنامج تاع هي المصاريف، نوعية المصاريف. مثلا عندك المصاريف متعلقة بالحصول على ترخيص العمل، المصاريف الحصول على تأشيرة الدخول، كذلك معناها تذاكر السفر لإيطاليا، المصاريف المرتبطة بالإكزامان ميديكو معناها الفحص الطبي، الفحص الطبي. يعني جميع المصاريف هذه مش باش تحملها الشاب حسب الاتفاقية. وكذلك معناها ثم الاتفاقية هذه تنص على تكوين تكميلي. شنو هو التكوين التكميلي؟ شنو هو المجالات اللي يمسها التكوين التكميلي؟ أولا باش نكونهم في اللغة الإيطالية والحضارة الإيطالية. 2 باش نكونهم معناها كيفية اندماجهم في المجتمع الإيطالي وبالمواسع ما تقعدوش المشاكل، ما يبدأ حاضر يعطيك صح. ثم 3 نكونهم في السلامة المهنية، معناها السلامة المهنية سيكوريتي دو ترافاي، هذايا يولي يخدم معناه يعرف شنو يلزم يعمل قبل ما معناه يبدا العمل نتاعو، معناه هذي كل باش يتم تكوينهم فيه. وكذلك فما تكوين اضافي فني اذا كان يستوجب العرض الشغل اللي باش نلبيوه تكوين اضافي معناها فني راهو باش نكونوهم في الفكل المهن هذيك. واحنا باش ناخذوا على عتقنا معناها التكفل بمصاريف التكوين، وهذاك عليه الوكاله التونسيه للتكوين المهني طرف في الاتفاقيه هذه، لان باش نستعملوا الفضاءات الموجوده بمراكز التكوين المهني التابعه للوكاله التونسيه للتكوين المهني. وكذلك يتحصل الشاب مدة التكوين هذه على منحة قيمتها ما يعادل 100 أورو تقريبا 340 دينار معناها خلال التكوين هذه، وكل امتيازات باش تتضمنها الاتفاقية هذه. السؤال المطروح توا الناس كل بعد صمت، هذا خاصة شبابنا يسألوا كيفاش نسجل؟ بالضبط هذا سؤال وجيه بارك الله فيك. معناها تعرف كون الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل كذلك طرف الاتفاقية هذه، وهذه هي معناها باش تتولى الوكالة هي نشر عروض الشغل. وين باش تنشرهم الوكالة؟ باش تنشرهم على موقع الوكالة الخاص بالتشغيل الدولي anitinternational.in. تمشي على جوجل تكتب التشغيل الوكالة الوطنية للتشغيل الدولي
توجيك اني تي انترناسيونال هذيك تدخل فيه تسجل فيه اولا تسجل في السيت معناه يولي عندك حساب في الـ في الـ في السيت هذي تدرج السيرة الذاتية متاعك في السيت ويب هذي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل ثم تترشح للعروض ان وجدت على خاطر احنا العروض اللي باش توصلنا من معناها المؤسسات الايطاليه العامله في مجال البناء والاشغال العامه باش يتم نشرها على موقع الوكاله الوطنيه للتشغيل انيتي انترناسيونال دونك هنا ينجم يترشح للعروض اللي معناها بصفه الكترونيه. وبعد كيفاش تتم عملية الفرز؟ شكون يشرف عليها العملية؟ الوكالة الوطنية للتشغيل هي اللي تقوم بالفرز الأولي. فرز أولي تشوف معناها الدبلوم هذاك معناها ما يجب يكون في الاختصاص المطلوب بشروط موجودة ولا لا، هذاك بما يسمى بالفرز الأولي. لكن الفرز النهائي باش ننظموه معناها عن بعد ما بين المؤسسة الإيطالية وما بين الشاب، يتحاور مع الشاب يعملوا لونتروتيان صحيح يعمل لونتروتيان عن بعد وكذا هكاك معناه يبعث مغادي معناه العقود الشغل ويتم عملية التوظيف بالطريقة هذه. آخر سؤال في الأثناء، الشباب اللي يحبوا يتكونوا مش يكونوا حاضرين من بعد مش ياخذوا الشهادة متاعهم سواء لمدة 6 أشهر أو أكثر من هذية، وين يمشي وين يلقاوا فرص التكوين؟ يمشي مباشرة للمراكز متاع التكوين المهني القريبة اليوم؟ احنا ديما رو عنا دورتين تقريبا في السنة، دورة تبدأ في أول سبتمبر ودورة تبدأ في أول فيفري. ما فماش دورات صيفية نحكيه على المراكز التكوين التابعة للوكالة الوطنية للوكالة التونسية للتكوين المهني، ثم دورتين مثلا بالنسبة لدورة سبتمبر تو مفتوح الموقع نتاع الـTFP.in تسجل على الخط وتدرج معناها شنو تدرج؟ تدرج مضمون ولادة إذا كان ما عندكش بطاقة تعريف، إذا كان عندك بطاقة تعريف تدرج بطاقة تعريف، إذا كان ما عندكش مضمون ولادة ثم الشهادة المدرسية اللي تثبت المستوى، لأن الشهادات هذه بتاع الكفاءة المهنية والمؤهل التقني المهني ولا حتى المؤهل التقني السامي راهي مربوطة بالمستوى التعليمي اللي وصل. قديش المستوى الأدنى؟ المستوى الأدنى مثلا عندنا شهادة الكفاءة المهنية يلزم عنده معناها سنة 9 أساسي، بالنسبة للمؤهل التقني المهني بداية من سنة الثانية ثانوي واضح، والمؤهل التقني السامي عنده بكالوريا معناها هذه مضبوطة مقاييس مضبوطة وينجموا يسجلوا ويبقى يرسلوا معناها الوثائق نتاعهم التويكه مفتوح راهو الموقع للتسجيل بالدوره اللي باش تنطلق في سبتمبر بجميع المراكز راهو الوكاله الوطنيه الوكاله التونسيه للتكوين المهني بالضبط هو عنده 136 مركز. فيما يخص المراكز اللي توجد فيها مهن البناء عندنا 46 مركز تنجم تكون مراكز قطاعيه، يعني عندنا مراكز قطاعيه معناها تكون كان في مهن البناء، كنقولوا مهن البناء راهو المهن تنجم تكون كهرباء بناء، تنجم تكون بناء، تنجم تكون معناها عامل في الاسفلت، كل ما يتعلق بالبناء تكون صحي مثلا زاد سائقي الالات اللي نستعملوهم في البناء هذي، وعندنا مراكز معناها متعدده الاختصاصات تنجم تلقى زاد في اختصاص مهن البناء. يعطيك الصحة سي أحمد المسعودي، شكرا لك على كل هذه المعطيات، مدير عام التوظيف بالخارج وليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني. يعطيك الصحة، كنا نتحدث على اتفاقية تعاون إيطالية تونسية إيطالية، عقد عمل توفروا الأطراف اللي صادقت على الاتفاقية لمدة 3 سنين طالبين 2000 عامل بناء وأشغال عامة. إذا فاتتكم حاجة ولا تحبوا تاخذوا معلومة ترجعوا للانترفيو كامل على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية الرسمية على الفيسبوك. نهارك أسعد الأيام، خليك